إذن أخنوش ماسوني أحب من أحب وكره من كره. وقيل كاين التصريح ديال الشيخ أبو النعيم الله يرحمه. سي أخنوش كيعترف باعتزاز أنه ماسوني وباغي تقدم الانتخابات وباغي تكون عنده الأغلبية وباغي رئاسة الحكومة. عزيز أخنوش يكون رئيس الحكومة المغربية وهو كيعتز. الاخرين ماسونيين خازنين موضوع آخر، كيعتز بماسونيته. وقبل منه ناس وكين إثباتات تاريخية أن أخنوش ماسوني. إذا ما بقاوش نسولوا هذا أخنوش ماسوني، أخنوش ماسوني ومحمي. واش كاين شي واحد مؤخرا ثبت انه بدد اموال الدوله، عارف شحال 170 مليار ولا ما عرف شنو، والمخطط الاخضر فاشل، الياتوس فاشل، والمخطط الازرق البنفسجي كذا، يقدر شي واحد يزوله؟ ما يقدر شي واحد يزوله. علاش؟ لانه محمي. محمي هو محمي واحد المجموعه ديال الاسماء في المغرب اللي ما يقدر حتى واحد يزولها، ما يقدر حتى واحد يزولها. باش نكون واضح، ناس محميين 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 ماشي من المغرب، محميين من برا.